لكم مشاهدينا الكرام فتح مباشر جديد في مدينة الدار البيضاء ومن قلب عين دياب. اليوم كنعيشوا أجواء حماسية منقطعة النظير هنايا عين دياب مباشرة لتأهل منتخبنا المغربي نهائي مونديال قطر 2022. مشاهدينا الكرام اجواء حماسيه منقطعه من مدينه الدار البيضاء مباشره من بعد تاهل المنتخب المغربي نصف نهائي مونديال قطر 2022. اجواء حماسيه ننقل لكم الصوره والتعليق لكم من مدينه الدار البيضاء ملايين المغاربة خارجين فدتنا للاحتفال بمونديال قطر 2022. بعد ما وصلنا النصف النهائي هذا المونديال من حقنا الفرحة ولكن منتجين الفرحة والفرحة اللي كتعيشها شوارع العاصمة الاقتصادية مباشرة بعد تأهلنا لمونديال قطر 2022. الجمهور يطالب يحتفل الآن بتأهل المغرب لنصف نهائي مونديال قطر 2022. برافو أسود الأطلس، برافو أسود الأطلس، برافو على هذه الفرحة، برافو على هذه المشاعر اللي خليت المغاربة يحسوا بها، برافو الركراكي، برافو وليدات المغرب واحد واحد، برافو لكم، برافو 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 برافو. فملايين المغاربة في هذه الأثناء فرحانين بهذا الانتصار، ملايين المغاربة يعيشون أجواء الفرح، ملايين المغاربة متفائلين الخير. كيف كنشوفوا شوف شوف اشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ. الزمن يعيد نفسه، الزمن يعيد نفسه، الزمن يعيد نفسه، والفرحة، الفرحة بقلوب المغاربة. شوف 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 يا عالم، شوف يا عالم ماذا يقع في المغرب، انظر يا عالم ماذا يقع في المغرب، انظر يا عالم ماذا يقع في المغرب، انظر يا عالم، انظر يا عالم. ماذا يقع في المغرب في هذه الأثناء في هذا البث المباشر؟ ننقل لكم بالصوت والصورة ماذا تعيشه شوارع العاصمة الاقتصادية. برافو أسود الأطلس، برافو المغاربة أينما كنتم، أينما كنتم، برافو برافو أسود الأطلس، برافو للمغرب والمغاربة، برافو أسود الأطلس، برافو للمغرب والمغاربة على هذا الانتصار بكبيرنا بصغيرنا. نخرج الآن لنعيش هذه الفرحة من قلب شوارع مدينة الدار البيضاء، فرحة عارمة بشوارع المدينة مباشرة من بعد نهاية المباراة. برافو أسود الأطلس، برافو أسود الأطلس، فرحتونا، برافو أسود الأطلس. Thank you.
والصورة، أجواء احتفالية كبيرة في مدينة الدار البيضاء مباشرة من بعد نهايات المباراة، مباراة الحزم اللي تلعب منتخبنا المغربي ضد ناطيرو البرتغالي. يا لها من فرحة عارمة تعيشها شوارع مدينة الدار البيضاء. برافو أسود الأطلس، برافو أسود الأطلس، برافو أسود الأطلس. الدرون تحلق في شوارع مدينة الدار البيضاء مباشرة من بعد نهاية مباراة القرعة. فرحة القرن، إنه انتصار القرن، لا لها من فرحة عارمة. والدرون تحلق بشوارع مدينة الدار البيضاء، وأنا أقبل